فاق ذلك منا صلى، فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. أربع كلمات وركعات. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي، حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم، أنبأنا عبيدة وهو بن معتب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرفع الضربي أو عن قزعة عن قرفع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: زوال الشمس يا مولانا. نعم، زوال الشمس بالنسبة مولانا الزوال أصل الشمس لما تكون في كبد السماء، الشمس في كبد السماء ساقطة على الأرض متعامدة مع الأرض، أول ما تتحول يخرط الظهر، يعني الزوال التعامد ده تعامد، يعني لا ظل مطلقا للشخص، اول ما تتحرك من كبد السماء قليلا اسمه الزوال، يعني يبدا ظل الشخص في التحرك، هذا الزوال. نعم، يعني عند دخول وقت الظهر، عند دخول وقت الظهر قبل الزوال هذه الأربعة بعد أذان الظهر، مقصود بعد أذان الظهر، لأن أذان الظهر عند الزوال، يؤذن للظهر ثم يصلي أربعة قبل أداء فريضة الظهر. نعم. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. أخبرني أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة
عن قرطع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. باب صلاة التطوع في البيت. حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا الإسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حناد حدثنا عجلة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. حدثنا القاسم يعني على التغليب. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. حدثنا محمود، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة. روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افطر رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما ديم عليه وإن قل. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير ابن جرير بن حازم حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا. حدثنا علي بن حجر حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي هليفة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان سر بالقراءة أم يجهروا؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي العلاء العابدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك ابن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير وهو عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمنة فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جبينه وهو من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عامر حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر أنبأنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا عبد الله بن ميمون حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله حدثنا علي بن حجر أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك حدثنا علي بن حجر أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من
من ليف وعليه إكاف من ليف. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكه ما يفكها حتى مات فما وجد ما يفكها حتى مات. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن إبان عن ناس أبو داود الجفري عن جفري الجفري بالجيم نعم. حدثنا أبو داود الجفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان ابن إباء ابن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان حدثنا حمد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن دواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاء ويمل أو يمل
لا يغفلوا مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده، أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تقبل فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته ولا تنثى فلتاته ولا تنسى فلتاته متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي قراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا أبو نعيم، أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال رضي الله عنهما قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا الربيع وهو ابن صبيح، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مأمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا ليث بن سعد، حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرافي عن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا جعفر بن سليمان الطبري عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلما قال لي فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. حدثنا أحمد بن عبد الضبي، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل أذان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألمت له القول، فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو وذعه الناس ابتقاء فحشه. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي أنبأنا رجل من بني تميم، من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين سألت أبي
عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الفشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، ويتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث. من تكلم عنده ولا يجيبنا. يعني استنى جملة ثانية على الصفحة. ولا مشاح يتغافل عما يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه. يجيب في تجديد يعني. نعم. صدق. من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقولوا: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسرق فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المدني، حدثني أبي عن المديني ابن أبي علقمة المديني، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. حدثني علي بن حجر أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود
حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء بن عمرو بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. حدثنا هارون إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. حدثنا عبد القدوس بن محمد ابن محمد العطار البصري حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا محمد بن صريف الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميد أنبأنا حماد بن أبي سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحواص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء.
حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبصره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات ضر فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه قال فهو عتيق فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. حدثنا عمر بن إسماعيل بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد
أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكدان فقالوا ما هذه؟ قال هذه البصرة. فصاروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورخ الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد من عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا لحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم وهو كثرة الأيدي. حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذري قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى دخل بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى وغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأنهق ولا بالآدم ولا بالجعد القاطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. الذين قالوا 65 حسبوا سنة الميلاد وسنة الوفاة، والذين قالوا 60 تركوا كسر 10، والذين قالوا 63 أصابوا وحسبوا بالحساب الدقيق بالسنة الهجرية الصحيحة، لأن الله تعالى أدار الزمان في حجة الوداع كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فتغير الحال فصار الحساب 63 سنة. فهذه الخلافات ليست، يعني هذه الأخبار ليست محل خلاف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. حدثنا أحمد بن مسعدة البصري حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بدسط ليبول فيه ثم بال فمات. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجسة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال سكرات الموت. حدثنا الحرس بن صباح البزار حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهول موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا سعد فقلت له من عبد الرحمن ابن العلاء هذا؟ فقال هو عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجاجي. حدثنا أبو كريب محمد ابن اللجلاجي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وعباس عياش العنبري وسوار عياش الله عياش العنبري تميمي غير هذا. نعم. وعياش العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابن عن أبي عمران الجوني عن يزيد عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن باب موسى عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عمرو بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساحي من آخر الليل، سمع صوت المساحي من آخر الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله عن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سلمة بن ربيط أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن ربيط بن أبي شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس، قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذاك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكل عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلق
الوقف معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أدب عليه ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرباه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال: حدثنا عبد ربه ابن دارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرتان من أمتي أدخله الله بهن الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرة من أمتي؟ قال: ومن كان له فرة يا موفقة؟ قالت: فمن لم يكن له فرة من أمتي؟ قال: فأنا فرة لأمتي لن يصابوا بمثلي. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبخلته وأرضا جعلها صدقة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. حدثنا محمد بن المثنى،
حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن السهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا الحسن بن علي بن الخلال حدثنا بشر بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن سر بن حويش عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة. الباب الأخير من شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل مني. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو يتشبه بي. ثم قال أيضا: حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن خليفة عن أبي مالك الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. ثم قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال كليب: فحدثت ابن عباس فقلت: قد رأيته وذكرت الحسن بن علي، فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي علي ومحمد بن جعفر قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام زمن ابن عباس، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنه، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فقد رآني في النوم فقد رآني. ها
هل تستطيع أن تنعى هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم، أنا عفت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عبد: ولا أدري ما كان مع هذا النحر. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعتب فوق هذا. حقيقة لا نستطيع أن نتكلم أكثر من ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم في سعد، قال: حدثني ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمرو الزهري قال: قال أبو سلمة، قال أبو قتادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رآني الحق، أو قال: فقد رأى الحق. وحدثنا عبد الله قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا محمد بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سالم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: وروي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن مبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال: حدثنا محمد بن علي، حدثنا النضر بن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. هذا الختم الذي ختم به الإمام الترمذي كتابه، يريد أن يقول: إذا امتحنك الله تعالى بشيء فعليك بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر كيف كان يسمع المصطفى إذا وقع له مثل ما وقع له. ثم يختم بسيرين يقول: تأملوا، هذا الدين لا بد له من طريق يتوصل به إليه، فانظروا من يكون وصلتكم إلى رسول الله. لهذا نحن قرأنا هذا الكتاب العظيم الفائق، كتاب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية الشريفة، لعل الله تعالى يرزقنا وإياكم شيئا من هذه الشمائل، وأن يكسونا وإياكم بها في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل مساءنا هذا مساء لا مخزيا ولا فاضحا، اللهم اسمعنا فيه ما يسر انفسنا، اللهم ثبت فيه على الايمان قلوبنا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. وانا بدور اريد جميع الحاضرين اجازه كامله فيما قرأوا وسمعوا واخبروا به، وأرجو مني من نفسي ومن حضراتكم أن نخلص النية لله تبارك وتعالى فيما قرأنا وما سمعنا، لعل مولانا تبارك وتعالى يتفضل علينا وعلى بلادنا وعلى أهلنا وذوينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكرامة من كرامات رسول الله، ويتفضل على هذه الأمة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك وأحفاد عليه. وإن شاء الله في اللقاء القادم نرتب لكم ترتيبا آخر، لعل الله تعالى يفيض علينا وعليكم بالخير إن شاء الله.
صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلي العشاء.